وأؤكد على نقطة هامة بأن الوضع أفضل اليوم من قبل الحرب بكثير. سيادة الرئيس، ليكون قصدك أفضل من الوضع ببداية الحرب مو قبلها. من قبل الحرب. متأكد؟ ليكون اللي عم يوصل لك الكلام عم يضحك عليك. الوضع أفضل اليوم من قبل الحرب بكثير. طيب ليكون أفضل بقليل وأنت مفكرة كتير بكثير. تصطفل، نصحناك. دراما للي وحلقة جديدة. دراما للي رواية النصر تبع النظام صار لفترة عم تتصاعد، إجا مسلسل ونسف الرواية كلها. كأنه الظلم خلقان إلي وحدي. ولسه إلكن عين يا جماعة مسلسل دقيقة صمت تحكوا عن الظلم؟ وإنتوا ظلمتوا البلد يلي لحم كتافكم من خيرة؟ آه؟ لكن معقول تقولوا إنه كل الموظفين بالحكومة فاسدين؟ يعني ما في هيك موظف منيح واللي حواليه بس اللي مو مناح؟ مبروك يا جماعة، شو الغفلة سلموا على حبايبهم، يوم عصيب بس مرق على خير. بتصير بأحسن العائلات والفساد وصل حتى لأمريكا. ما المسلسل عم يقول إنه الفاسدين خايفين من القضاء ومن المسؤولين اللي فوقهم، يعني الحمد لله سقف الوطن ما صابه ولا طايشة، بس إنه ينحكى سياسة بهالبلد فلا وألف لا. دقيقة صمت هو صرخة احتجاج في وجه السلطة، هذه السلطة لا تستحق هذا الشارع. سامر رضوان كاتب المسلسل عم بينال من السلطة، يعني عم بينال من سقف الوطن. لازم ينبحت كل من شارك في هذا العمل على الكاتب، عملاً بنظرية المسلسل منيح بس الكاتب الله يصلحه. تبدأ الفت النظر، هذا الكاتب ما حكي إلا عن نفسه ورأيه ما بيمثلني أنا جملة وتفصيلاً. كان معكم مغني الشارع معين شريف. اللي بعده في تعليق، هذا رأي سياسي، نحن ما عم نحكي بالسياسة، فبالنسبة لي كان الموضوع أنه مو وقته، نحن ما عم نعمل شيء سياسي، نحن عم نعمل فن. خالد القيش رائد على مستوى القطر بفصل الفن عن السياسة وبطل من أبطال المسلسل. اللي بعده بس رأيه اللي طلع من يومين هذا رأي بخصه هو، ما بيخصنا أبدا ولا نحن ولا النجوم الممثلين ولا المخرج ولا أي حدا من الطقم الفني ولا الكومبارس ولا المشاهدين ولا حتى الكاتب نفسه. منعرفكن صادق الصباح أحد منتجي المسلسل طلع ليستنكر كلام الكاتب وطالع بيان مع شركاته ليأكدوا على مبدأ النقي بالنفس عن تصريحات سامر رضوان الله يصلحه. بس العينتين مفكر حاله نفد هيك، ما له خبر إنه وزارة الإعلام رح تنزل بيان حارق تفضح فيه شركة الإنتاج. إن الشركة قامت بتهريب المادة المنتجة من أراضي الجمهورية العربية السورية وعرضها على قنوات عربية، الأمر الذي يعتبر سرقة واحتيالاً موصوفين وخنقاً سافراً للأنظمة النافذة. هربتوا 2 محكومين إعدام برا السجن بالمسلسل وسكتنا، بتقوموا بتهربوا المسلسل كله برا البلد؟ شركات إنتاج أنتوا ولا عصابة مهربين ومطلوبين؟ أنا رجل مطلوب لمحكمة أمن الدولة ومطلوب للأمن السياسي، وهلأ في فرعين تانيين طالبيني. مطلوب لمحكمة أمن الدولة قلت لي، مفكر وزارة الإعلام ما رح تفضحك يا خطاف يا سراء. أما بالنسبة للمدعو سامر رضوان، وبعد التحقيق والمتابعة مع الجهات المختصة فقد تبين أنه مطلوب للقضاء بدعوى شخصية من السيد ميم عين بتهمة الخطف والسرقة، وليس كما يحاول الترويج بأنه مطلوب لأسباب فكرية. وزارة الإعلام سألت الجهات المختصة بس ما حدا خبرهم أنه سامر رضوان كسب القضية المرفوعة عليه، وما حدا خبرهم أنه النائب العام بريف دمشق موجه لسامر رضوان شوية تهم خفيفة، يعني النيل من هيبة الدولة والتحريض على العصيان المسلح. الوضع أفضل اليوم من قبل الحرب بكثير. لك يا عمي، قلنا لك اللي مخبرك ضحك عليك، ما صدقت. أفضل بكثير. مسلسل واحد كركب نظامك كله ومؤيدينك أو الخايفين من إرهابك وبقى يعرفوا كيف بدهم يهربوا من تهمة المعارضة. فحتى يكون وضعك أحسن سيادة الرئيس، خلي كل المسلسلات تكون شغل المخابرات، كتابة وتمثيل وإخراج، لأنه بالدراما ما في فيتو روسي وصيني وقوات حليفة ورديفة من كل الكوكب. هون أي مسلسل ممكن يعمل وجع راس، نحن بغنى عنه.